سيدنا الله ينصروا الخبر المغاربه الخبر السار ان الترشيح المغرب واسبانيا والبرتغال هو الترشيح الوحيد لتنظيم كاس العالم. بطبيعه الحال كل القطاعات لا الوزاريه ولا الفاعلين الاخرين معبؤون وراء جلاله الملك لتنظيم احسن كاس العالم كيف قال سيدنا الله ينصروا مجموعة من الخطب والرسائل التي بعث بها في هذا الشأن. الأعمال كيف قال السيد الوزير انطلقت، ستواصل بالوتيرة التي تضمن أولا تنظيم كأس أفريقيا للأمم سنة 25 في صيف 25 في أحسن ظروف، وستتواصل الإشغال إلى حين توفير كل التجهيزات الضرورية التي تستجب لكل المعايير نتاع الفيفا لتنظيم كما قلت مباريات كأس العالم في مختلف المدن المغربية بملعب جديد في الدار البيضاء بن سليمان بطبيعة الحال بالضبط في أحسن ظروف. والكل كما قلت سيواصل تعبئة وراء جلالة الملك نصره الله لتنظيم أحسن تظاهرة عالمية وهي تصادف الذكرى المئوية لإقامة كأس العالم.